هلا بشهر المجالس والعابس واللطم والنور، بدا فصل الخدامة والكرامة موسم المذبوح. سليب سليب ثوب احساسي، غريب غريب مسقط راسي. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم هذه التغطيات من مدينة المحمرة، ونتشرف بأن نكون في خدمة خدام أبي عبد الله الحسين، ومعنا أيضا الأخ العزيز الملا قاسم الصالحي. حياك الله ملا، وعظم الله أجرك عزيزي. الله يبارك وجودكم إن شاء الله. شكرا على التغطية الإيمانية الشعائرية، جزاكم الله خير الجزاء. الله يكبر قدركم إن شاء الله. أنفاسك ملا قاسم من شبابنا حقيقة المؤمنين اللي ناظر نفسه وحياته لخدمة السيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الشعائر وما أدراك ما الشعائر، مثل ما ذكرت حضرتك، شنو الشعائر ملا قاسم، وشلون نقدر نعظم هذه الشعائر؟ هذا عهد من رسول الله حين قال إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الشعائر تقوي وتكبر أكثر التهاب إلى هذه الجمرة وحرارة الحماس الباطني الإيماني. الشعائر هي التي تقربنا للحسين، الشعائر هي التي على كل حال تقربنا إلى الله، إلى الله جل جلاله، التوحيد النبوة كل مصادق الإيمان. الله يبارك فيك. موكب مضيف العباس، هذا الموكب العريق اللي هو من أوائل المواكب في مدينة المحمرة، اللي أكثر شبابنا الله يحفظهم اللي الآن عندهم تكايا ومواكب طلعوا من هذا الموكب بصراحة، شنو تاريخ هذا الموكب العريق؟ والله تاريخ يعني أقولا ما أقدر أتذكر الأيام اللي مضت، يعني سنة على سنة. تاريخ هذا الموكب قبل 24 سنة ولا حمد، بدأ أول بالطابقة على طابقة، آجرة على آجرة، بعدين هل تشوف الستيج والدار، بس أول كان سقاية ماي فقط، بعدين تعزية، تالي مواكب، زف القاسم، الاجتماعات، وما شاء الله شتى الفعاليات اللي تكون بها يعني نظرة للاجتماع وللتنويه للشعائر. كثير من المواكب والهيئات الحسينية نشوف أنه فقط بالعشرة الأولى عندهم فعالية، لكن موكب مضيف العباس على مدار السنة هذا عهد ويا الإمام الحجة، وحسب أقوال وأحاديث وروايات أهل البيت على أن أشهر الحزن والأسى، أشهر الأحزان، شهري الأحزان، شهري الحزن، محرم وصفر ولله الحمد. نحن نبقى من أول محرم إلى 8 أيام، يعني 8 أيام من بعد محر صفر، كذلك هم عندنا أيام اللي يوم قبل فرحة الزهرة، ولله الحمد شفنا العجائب والغرائب ومثل ما يقول الكرامة والمعاجز والتوفيقات من خلال الحزن والخدمة والمجالس طيلة هاي الشهرين وإلى يعني وحتى ما بعد صفر، ولله الحمد. أعزكم الله. الله يبارك وجودك. ولا تنسونا من دعائكم، وبارك الله بيك على هذه الحركة حقيقة الحسينية الثقافية المهدوية، لأنه أنتم كل يوم جمعة شنو عندكم؟ دعاء ندبة، وطبعا هدفنا من هاي الوقفة وهاي الخدامة كلها تمهيدا لبقية الله الأعظم روح الفداء اللي هو صاحب العزاء والمشرف على العالم البشرية وقطب عالم الإمكان، يعني كل نفس بيمنه رزق الورى، فنحمد الله ونشكره. كل البركات الخدام الحسينية من بركات وجود ابن الحسين، وهو الذي يخرج إن شاء الله ويملأ الأرض غصا وعدلا كما مولئ الظلم والجورة بشعار يا لثارات الحسين إن شاء الله. ملا قاسم الشباب جاي يشتغلون، أريد أسمع في التلبية الآن من عندك والشباب يساعدونك، بارك الله بك علاوي إذا تأخذ الشباب إن شاء الله. شبابنا الله يبارك وجودكم إن شاء الله، والله يعيدكم إن شاء الله على الخدامة ويوفقكم إن شاء الله كل خطوة اللي تخطونها إن شاء الله لظهور وتمهيد وتعجيل فرج الإمام. هسه إن شاء الله هاي التلبية لبيك يا حسين إن شاء الله تصل إلى بقعة كربلاء لا مضجع سيد الشهداء. ارفع إيدك بارك الله، أريدك بكل قواك إن شاء الله تقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، للحشر وياك.
ذله والحسين هواي خضيب خضيب لا ما ناسي غريب غريب مسقط راسي حسين أنا بشهر المجالس والعوابس واللطم والنور نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وهذه التغطية من مدينة المحمرة وخدام أبي عبد الله حسين السلام عليكم عظم الله أجركم عظم الله أجرك حجي الله واجه كلمة عزاء تحب تقدمها للعالم الإسلامي بهذه المناسبة والله كله عزاء طول السنة عزاء احنا هذا عزاء ما عدنا غير هذا يا حسين يا بعد سهام هذا الجدر يوفيدنا والله والحمد لله على العقيدة وهذه الخدمة الولد واقفة الحمد لله بالعالم طول السنة طبخهم طول السنة ما شاء الله هذا الحسين هذا الحسين يا أبو عبد الله شباب سلام عليكم بس أولي مكان خلي أجيبكم قواكم الله درجة الحرارة يمكن 50 لو أقل ما تمنى للحسين ما تمنى درجة الحرارة إن كانت 2000 3000 ما تمنى الله يعينكم على الخدمة شو شعورك اللي جاي أنا جاي أشوفك هسه أنت فرحان مبتشر جاي تقدم هاي الخدمة بالحرارة هاي اللي جاي أحس بيها وياك أنا الآن شنو سبب هاي الفرحة خدمة الحسين حسن العاقبة يا المهمة إن شاء الله الحسين ما يقصر والله ودي مأجورين إن شاء الله أمين حبيبي السلام عليكم الله عليكم السلام الله يحفظك الله يحفظك رحم الله والديك اليوم أمين أنا جاي أشوفه يشارك أيضا عنده عربة صغيرة خلي نقول مصطلحنا العام جاي يشارك بنقل الأغراض أيضا ويجي هنا بالموكب شنو الدافع أمين اللي أنت جاي تجي تعوف شغلك تعوف بيتك وأنا أدري ممكن الحال يكون ميسور خلينا نحكي واقع حال لكن أنت غني بحب الحسين سلام الله عليه شنو الدافع يعني هذا الوقت تقدر تروح تشتغل بيه طلع لك كم فلس إذا صحت العبارة والله هو حب الحسين هذا يعني يكفينا كل شيء حب الحسين وهاي الخدمة اللي يعني ما تنوصف هاي الخدمة وما تلقي هاي الخدمة بالسنة مرة احنا نجي نخدم الحسين ونعازي السيدة زينب سلام الله عليها وهاي الخدمة والحمد لله والشكر الله يحفظك والله إذا مو هاي العرابة إذا عدي كل شيء أقدمه الإمام الحسين حبيبي الله يحفظك الله يخليك موفق مأجور إن شاء الله نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وهذه التغطيات المتواصلة من هذه المدينة المباركة مدينة المحمرة عشق مدري شقد من البس أسود وجي المجلس محبوب وبي أندي رحيت لك في دواء خدمتك حلوة مثل صورة لأخذها بالموكب أحب أبكي لك وأحب أمشي لك أنا من الناس تتعب مني تحير شفت الحب لازم اخذ نعم احبائي ايضا معنا احد خدمته ابي عبد الله حسين السلام عليكم عزيزي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عرفني باسم حضرتك ميلاد سعدي الله يعزك نعم واكرم الله يخليك الله يخليك كلمه عزاء تحب تقدمها والله نعزي عالم الاسلامي بذكر استشهاد امام الحسين سلام الله عليه ومولانا صاحب العصر والزمان اقول له عظم الله لك الاج سيدي ومولاي يا بغيه الله احسنت شنو الخدمة اللي تقوم بها بالموكب المبارك؟ والله يا حي الله الخدمة كل ما موجود يعني من الخدمة نسويها مرات توزيعات يعني ماي مرات مثلا حرمل مرات مثلا موكب مسيرة يا حي الله الخدمة أحلى من الكل نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وأخونا وعزيزنا الرادود الملا هاشم التميمي حياك الله ملا السلام عليكم أجرك الله حبيبي أجرنا وأجرك الله مصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأخيه بفضل العباس حبيبي شنو راح نسمعنا ملا راح نسمعكم نعي للعليلة
يردون يردون راح أهلي ما ظن يردون يلعيون يلعيون عيب كان غار ويعمل يلعيون يغيبون يغيبون ما حس بيت هالقد يغيبون يحنون يحنون أهلي المشاو لابد يحنون تقول أنا العلي لو عيني على الباب منتظرة ترجع لي الأحباب حسين حسين أبوي وكل الأطياب جرح العلي ليسيل مطار ولا راد ولا راد أبوي الراح ما أخذني ولا راد ولا راد لا مبعوث ودالي ولا أراد علي لو ريد دفنوني ولا أراد حياتي بلا أبوه يعطف علي أبوي أبوي لا تنسى أن الفاضل دعاء يا كل عباس لأجلك انطى عيونك كبيرة وعليك تدللتوها وتال اخذوها اسيرة عليك قالت لحد يضرب نياني صغيرة خليني ببيتك خادم هالمطلب ماكو غيره هالمطلب ماكو غيره جانو يا كلاف ضلون شوية خاف ابعد مولاي كتف ايدي لو شفتك بالطيف ما افتح رمشي ما افتح رمشي